اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفتي الكابتن منى الهجراسي نجمه النادي الاهلي في الغطس وايضا مديره اكاديميات الغطس بفروع النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا ياسر؟ اهلا منورانا. بيك، ربنا يخليك، ده نورك. كابتن احنا عملنا تقرير كده، خلينا نخلي جمهور النادي الاهلي يتعرف عليك اكتر بس من التقرير. أوكي. ماشي اعزائي المشاهدين، هنتفرج على تقرير عدوا برنامج الابطال عن كابتنته طبعا الكبيره. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. منى الهجراسي هي بطلة مصر في الغطس ومديرة أكاديمية الغطس بالنادي الأهلي ونجلة الفنان الراحل نبيل الهجراسي، والذي كان سببا في عشق هذه الفتاة للرياضة وممارستها قبل أن تصبح أحد أهم الكوادر في رياضة الغطس خلال السنوات الماضية. بدأت حياتها الرياضية داخل ملاعب الجمباز مع عمها الراحل عبد الرؤوف الهجراسي، والذي كان يشغل منصب مدير المنتخبات القومية، ثم دخلت لعالم الغطس عن طريق الصدفة بعدما قامت ببعض الحركات الاستعراضية على حمام السباحة بالنادي الأهلي، مما لفت انتباه أحد المدربين والذي ضمها على الفور لفريق الغطس بالنادي، وكان ذلك عام 1990. ظهر نبوغها في عالم اللعبة فور انضمامها لصفوف الفريق، حيث تدربت لمدة شهرين فقط قبل أن تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية، ثم سيطرت على البطولة حتى عام 1999، والذي شهد اعتزالها بسبب إصابة في الظهر، كما أنها مثلت منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية. وبعد الاعتزال اتجهت للتدريب في مدارس الغطس عام 2001، ثم عملت في تدريب قطاع الناشئين مرورا بالعمل في الجهاز الفني للفريق الأول للرجال والسيدات لتكون أحد أهم أفراد جهاز الغطس بالنادي الأهلي. كما نجحت منى الهجراسي في الحصول على كورسات دولية للتحكيم لتحصل على الرخصة الدولية وتصبح حكما دوليا للغطس، كما أنها كانت قد شغلت منصب عضو اللجنة الفنية للغطس في اتحاد السباحة سابقا قبل أن يستقر بها المطاف، وهي مديرة لأكاديمية الغطس بالنادي الأهلي منذ عام 2016 وحتى الآن. رحلة عطاء لفتاة عشقت النادي الأهلي وتربت على حب الكيان وخدمته من جميع المناصب، حتى أنها شاركت في تنظيم كل البطولات الإفريقية للكرة الطائرة وكرة اليد التي نظمها النادي الأهلي خلال السنوات الماضية. منا تاريخ كبير بيتهيألي من العطاء يعني بس انا قبل ما ابتدي معاكي بقى في الكلام ده كله، انت طبعا بنت الفنان الكبير نبيل الهجراسي. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه طبعا. ده كان معروف انه زملكاوي جدا. ايوه. طب ايه اللي حصل؟ ازاي طلعتي من بيت زملكاوي كده وتبقي اهلاويه جديده؟ انا كنت باجي الاهلي على طول مع اصحابي وعمامي وعمتي واعضاء في النادي يعني. فبالصدفه انا كنت اصلا جمباز، ما كانش ليه علاقه بالغطس خالص، لان احنا كان العيله كلها جمباز. عمي كابتن عبد الرؤوف الهجراسي كان مدير المنتخبات القوميه للجمباز، وكلنا تقريبا مفيش حد ما لعبش جمباز، فانا كنت مستمره في الجمباز عادي جدا، بس دخلت الغطس بالصدفه جدا. بس هم اولاد عم الجمباز والغطس يعني. احنا بناخد من الجمباز لان يعني هي تقريبا هي نفس الحركات، بس صحيح. دي على الارض ودي في الميه، وفي الميه حاجات زي كده. طب قولي لي برضو يعني ما كانش في مقاومه من الوالد يعني لما لقيتي راح ناحيه سكه الاهلي كده؟ لا خالص، هو زملكاوي، بس هو برضه بيحب اللعبه الحلوه يعني. بيشجع اللعبه الحلوه. طالما بيشجع اللعبه الحلوه يبقى يعني هو عارف ان النادي الاهلي من اكبر انديه مصر ومن احسن انديه مصر، ويعني مصنع الابطال. صحيح. زي ما بيقولوا في كل اللعبات. صحيح. فبالعكس هو رحب جدا، ما كانش عنده اي اعتراض. طيب خليني اروح للنقطه الفاصله في حياتك. انت كنت جمباز وبعد كده قلبتي للغطس. طيب ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي خلاك تقلبي القلبه دي؟ انا كنت بلعب على نزل البول، فبلعب وبتشقلب على حرف البسين، زي بعمل حركات الجمباز بس بعملها على حرف البسين. هي. فالمدرب شافني. مين بقى المدرب؟ كابتن، كان اسمه كابتن معتز عياد. معتز عياد، ربنا يمسيه بالخير. اول مدرب مرني هو اللي شافني. كان عندي كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تقريبا. لسه صغيره خالص. فقال لي انت بتلعبي ايه؟ قلت له انا بلعب جمباز. قال لي تلعبي غطس؟ قلت له ايه غطس؟ انا اصلا ما اعرفش ايه غطس. فشاور لي على المنطات، قال لي يعني تنطي، اطلعي اعملي اللي انت عملتيه تحت، اللي عملتيها تحت اعمليها من على المتر ساعتها.
فطلعت عملتها، حتى انا كنت جريئه جدا ما كنتش بخاف يعني، فطلعت عملتها. فقال لي بس انت تيجي التمرين بكره الساعه 3. طب وصل لبابا ازاي؟ وصل لقرايبك ازاي؟ ماما ساعتها كانت معايا، كلمها قال لها دي هايله وجريئه وكده، واحنا بناخد من الجمباز، فخلاص دي تيجي التمرين وتتمرن ودي هتلعب غطس. يا خوفي على الجمباز دلوقتي، انت ساعتك هتخلي بنات كتير من احنا الجمباز. بنتمنى ان احنا ناخد من الجمباز لانه بيجوا جاهزين يعني، بيقول لنا احنا جاهزين. بس كده حبايبنا في الجمباز هيزعلوا. لا يعني مش هيزعلوا قوي، لان في ناس بتبطل بدري فاحنا بناخدهم. ناخدهم فاما تبقى مصلحه مشتركه. اللي هم مش عايزينهم بيدونا. وهيطلقوا في الغطس طبعا. ايوه بالظبط. طيب خلينا ناخد المشوار من البدايه، يعني غيرتي عملتي كارير شيفت او شيفت الكارير ليكي، رحتي للغطس. ابتديتي ازاي؟ 9 سنين يعني، قولي لي بالتدريج كده. حبيت الغطس جدا، حبيته اكتر من الجمباز، وقررت ان انا خلاص مش هكمل في الجمباز، وهو ده هي دي اللعبه اللي انا حباها وعايزه اكمل فيها. فاتمرنت حوالي شهرين ثلاثه ونزلت بطوله الجمهوريه، طلعت الثالثه. شهرين ثلاثه نزلت الجمهوريه طلعت الثالثه. ما انا جمباز، فما احنا عشان كده احنا بنبقى متاسسين لياقه بدنيه وجاهزين. بس في حته انت بنط في الهواء. وموهبه، ما هي موهبه. موهبه بس برضه في لعيبه كتير او لعيبات كتير يخافوا من النطه بتاعت تبص للميه من فوق. بالظبط، هي عايزه جراءه. بس اوريدي اللي بيلعب جمباز بيبقى جريء، لان الجمباز لعبه صعبه جدا. انت بتعمل الحركات دي على الارض، ممكن تتكسر، ممكن يحصل لك اي صحيح. حاجه على الميه انت ما هتاخد كرباج، بس هيبقى برضو الاصابه مش زي الجمباز. بس مسافات عاليه. بالظبط، بس هي بتبقى بتدريج. فالجراءه بتيجي من البدايه، بيبان الطفل اذا كان جريء هيلعب وهيكمل، مش جريء عمره ما هيكمل. فانا كنت جريئه. انا خدت تالت جمهوريه وبعدين بقى تدربتي في الاعمار السنيه. فضلت بقى لعبت ناشئين، وبعد كده بقى لعبت عمومي سيدات، وبديت اكسب بقى في كل المراحل. دي كانت رحلتك مع النادي الاهلي. طب مع المنتخب بدات ازاي؟ مع المنتخب امتى؟ بعد ما كسبت في الناشئين لعبت ناشئين، ولعبت برضو في العمومي سيدات. بعد ما كل بطوله تصفيات تحصل بتاع السفريه بطوله دوليه بياخدوا الابطال الجمهوريه اوتوماتيكي يسافروا. طب ومع العمومي بقى يعني بدا ايه البطولات العالميه اللي احنا رحناها؟ ايه البطولات اللي شاركنا فيها واللي انت بتعتزي بيها جدا؟ انا خدت ثالث في بطوله الدنمارك الدوليه. ده كان حدث الحقيقه، لانه سنه كام ده تقريبا تفتكري؟ 94 95 تقريبا. وكانت ابتدت بقى اللي هي الاصابه ابتدت بدري شويه، بس انا كملت. طب الاصابه دي يعني كانت في الظهر، طب هي جت ازاي؟ هل من قفزه؟ هل كانت حاجه قديمه؟ استرس على الفقرات الظهر، وما بتتعالجش كويس، وما يبقاش فيه اهتمام. احنا عندنا مشكله برضو في الرياضه عموما غير الكوره، الكوره بيهتموا بالاصابات، انما احنا عندنا ما بنهتمش في الرياضات التانيه. صحيح. بالاصابات قوي. صحيح. ما بناخدش الموضوع سيريس. فبتبقى اصابه معلش، مسكنات، مش عارف ايه، ريحي شويه. ريحي شويه دي ممكن تبقى يومين، وانت اصلا محتاج تريح شهر مثلا. فطبعا ده بيتضرر اصابه الظهر، فاتدرجت لحد ما. بس بيتهيألي الموضوع ده ما بقاش دلوقتي. دلوقتي بقى فيه اهتمام كبير جدا. مختلف عن زمان. الوعي زاد. الوعي زاد. دي حقيقه. لا طب انا عايز اعرف انت ليه ما اتجهتيش للفن؟ بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لك اعزائي المشاهدين. هنروح لفاصل سريع عشان نعرف منا يعني ما شاء الله يعني ليها طله كده، ليه ما راحتش الفن؟ بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن منى الهجراسي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الغطس سابقا طبعا، ومديره الاكاديميات في الفروع كلها للغطس. اجيلك بقى في موضوع الفن. أيوة. طبعا بابا الفنان القدير طبعا نبيل الهجراسي ربنا يرحمه، ما شدكيش للفن ليه؟ ما رضيش خالص يعني. لا هو وجهنا من واحنا صغيرين للرياضه يعني، قال انتوا هتلعبوا رياضه، ما حدش هيخش للفن. حاولوا معايا والله كتير. انا رحت معاه مره مهرجان السينما وكل الناس، سعيد صالح وحسين فهمي وكل الناس شافوني معاه قالوا ايه ده، انت ليه ما تخلاش تمثل؟ قال لهم لا دي بطله مصر في الغطس. ما بس حضرتك بتقولي اسامي ممثلين اغلبهم زملكاويه. اما دول اللي اتكلموا معايا ومخرجين وكده شافوه قالوا له يعني خليها تمثل. رفض. قال لهم انت كان عندك الرغبه؟ لا ما بعرفش امثل، بس هو اخويا الاصغر مني عنده الموهبه وبيمثل ومثل حاجات كتير. ده اللي عنده فعلا الموهبه يعني، من زمان حابب الموضوع بيمثل وهو صغير، لكن انا ما فيش، لا ما حسيتش خالص يعني. ما كانش فيه رغبه. كنت رياضيه اكتر. مركزه في الرياضه اكتر. طب وهو يعني
حتى اخوك الصغير ما دخلش برضه الفن؟ لا نور مثل وهو صغير ومثل حاجات كتير وهو كبير، عمل سيت كوم كده وبتاع، بس هو مركز اكتر في شغله، سافر دبي بيشتغل هناك كده، فبياخد كورسز وحاجات. التمثيل هوايه جنب شغله. صحيح طب لسه ما خدوش. طيب سيريس. خلينا نرجع يعني للرياضه اللي انت بتحبيها وقضيت عمرك كله فيها، الغطس. انت مديره الاكاديميات، واكيد بيبقى في اسس ومعايير بيتم اختيار اللاعبين عليها، ايه هي؟ اول حاجه احنا بيجي لنا الولاد سن 5 سنين 6 سنين ولازم يكون بيعرف يعوم، يعني لازم يعرف يطلع من المايه لوحده، مش يبقى سباح وعارف يعني بطل سباحه، لا مش شرط خالص، ان بيسالونا كتير في الموضوع ده. تاني حاجه لازم يبقى جريء، لانه لو مش جريء مش صحيح. مش هيكمل مرحله معينه وهيبطل، لازم يبقى ذكي، لان الطفل الذكي برضو بيسهل عليك كتير، بيستوعب اكتر، بمستواه بيعلى اسرع، فجسمه لازم يكون متناسق. فبنختار على الاساس ده وبيتمرنوا فتره لحد ما كل واحد موهوب بقى بيفرض نفسه. طب انت عندك كام لاعب ولاعبه تقريبا في الاكاديميات؟ حوالي 100 مثلا. كتير. لانه في فرعين، فرع مدينه نصر وفرع الجزيره. طب احنا نعتبر من اكبر اكاديميات في مصر، مظبوط؟ طيب احنا اكيد بنقدم لمنتخبات مصر لاعبين كتير طبعا. اكيد زي ما انت طلعتي منتخب مصر من النادي الاهلي اكيد. عندنا كام لاعب على مستوى المراحل السنيه المختلفه؟ لا هي بتبقى على حسب، انت عندك بطوله فبتعمل تصفيات لسن معين. تمام. فبتعمل تصفيات فبتاخد اللي بيكسب بيتأهل. تمام. بيتأهل، فهي متغيرة، يعني مفيش حد بيفضل طول الوقت هو في منتخب مصر. خلينا ناخد آخر لقطة، يعني آخر لقطة مثلا، أو آخر، طبعا كورونا شلت العالم كله، ولكن نقول مثلا من سنة فاتت كان في بطولات أكيد عالمية، بطولات إقليمية، كان عندنا كام لاعب تقريبا ولا لا؟ إحنا ما عندناش مع الأسف في الغطس كتير يعني عالميه، لان اولا هي لعبه صعبه جدا واحنا امكانياتنا قليله جدا بالنسبه للناس اللي بره، يعني بره امكانياتهم عاليه جدا، لان التمرين مش تمرين جوه الميه بس. صحيح. هو تمرين بره الميه كمان، في ترامبولين، في لونجا، في حاجات، في اجهزه. صحيح. كتيره جدا، وجوه الميه نفس الحكايه، يعني عشان اللاعب يعمل حركه صعبه لازم يكون مامن نفسه، لابس فيست معين، لابس مجهز فيه بابل سيستم في الحمام السباحه، حاجات بتحميه. احنا الحاجات دي تقريبا مش موجوده عندنا، عندنا جزء منها وفي جزء مش متوفر، فاحنا مش عارفين نوصل لده. فبس عندنا مها عبد السلام طبعا، نجمتنا في امريكا. مها في امريكا، وتقريبا مها هي اول واحده توصل ولعبه ريجن للعالميه. بالظبط، اول واحده توصل للعالميه، وكلنا واقفين جنبها وكلنا بنشجعها بتكلميها؟ على تواصل عندي على الفيسبوك وبنتكلم وكده. كان عندها بطوله قريب في امريكا، كنا شفنا الصور. بالظبط. وهي بتستعد لطوكيو. طب شايفاها ممكن تجيب ميداليه ولا الموضوع صعب شويه؟ لا يعني صعب، كانت من افضل 20 واحد. طبعا 20 يعني غطاسه طبعا. بس انت عندك، انت بتنافس روسيا وبتنافس الصين وبتنافس امريكا وبتنافس كندا، انت عندك يعني دول زي ما قلت لك امكانياتها عاليه جدا، يعني احنا نتمنى انها تجيب ميداليه، يا ريت تجيب ميداليه. طب ايه رايك ناخد تليفون مع كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بنادي الزكا؟ كابتن وائل. كابتن هيثم ازيك؟ وحشني والله، ايه اخبارك؟ لا ده حضرتك اللي وحشني جدا. حبيبي يا كابتن، متابعينك ومتابعين الانجازات ومتابعين الشغل العالي اللي بيحصل يا كابتن وائل. والله يعني ده انت يعني الناس بتستعين بينا، واحنا يعني بنحاول نفرح اعضائنا وجماهيرنا ونبقى واقفين كده على قدم وساق على لغايه ما نعمل النتائج اللي احنا بنحلم بيها على طول. كلنا ثقه في حضرتك، وكابتن منى بتمسي عليك. كابتن وائل. كابتن منى دي من ابطال النادي الاهلي ومصر في الغطس، وواجهه مشرفه للجهاز العام في النادي الاهلي، وحد اسم كبير، واحنا عشان كده ممسكينها اهم قطاع عندنا، قطاع الاكاديميات اللي بتعمل بيه نتائج، اللي بنغذي بيه الفرق كلها وبتعمل نتائج كويسه جدا. طب انا من هنا بشكرها وبشكر الناس، الجهاز كله بتاع الغطس. طب اتفضل يا كابتن. اتفضل. طب كابتن قول لي اخبار، يعني انت عندك الاخبار ايه؟ ايه اخر الاحداث عندك، اخر البطولات، الاستعدادات؟ والله انت عارف ان احنا الحمد لله اول مره كنا نكسب المصدر اللي فاتت رجال، اول مره من ساعه ما اتعملت. انا بشكر الناس كلها بتاعت المصدر، كانت بطوله قويه جدا، وانا متهيألي حضرتك استضفت كابتن منتصر عوض وكابتن مي عاطف. وماركو طبعا الشاربي، ماركو استضفنا طبعا. ماركو. فطبعا الف مبروك يا كابتن، وكان
حدث كبير، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه اكيد السيدات برضو هتاخد الكاس باذن الله. لا لا ان شاء الله احنا حضرتك، احنا بص احنا الحمد لله دلوقتي ايه كل البطولات في كل انت عارف جهاز العاب الماء في 5 ألعاب صحيح، قطس وباليه وكره ميه وسباحه طويله وقصيره، واتضاف عليهم الماسترز اللي هي الرواد بقت داخله في الدرع العام، فالحمد لله كله ان شاء الله يعني بنوعدكم ونوعد اعضائنا وجمهورنا ان احنا نعمل نتائج تشرف النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد يا كابتن وائل، واحنا كلنا ثقه في حضرتك، وكمان احنا قلنا في الاخبار على خبر كره الماء كمان فوزنا على احنا الحمد لله اول الدخيل اول ان شاء الله الراوند الثاني هنلعب بلاي اوف، هنبقى 4 فرق، المفترض ان احنا هنلعب مع سبورتنج ان شاء الله بلاي اوف من 3 ماتشات، اللي بيكسب ماتشين بيوصل النهائي، والناحيه الثانيه هيبقى الجزيره وهيليوب ان شاء الله. طب اقول لك كابتن، حضرتك كابتن حضرتك حضرت منا وهي لاعبه؟ اه طبعا طبعا، انا كنت كابتن النادي الاهلي ساعتها وانا بلعب الصبح. ايوه احنا قدام مش مهم احنا ايوه جيل واحد جيل واحد تقريبا. أيوة. كابتن منا بتقولي تقريبا جيل واحد. ايوه كان بطله كابتن منا، هي حاجه يعني احنا اللي دلوقتي اللي جاي بعديها يعني يعتبر مع السلام اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. ايوه يعني احنا انت عارف اللعبه بتاعت الغط دي بتبقى لعبه نادره ان حد يطلع بطل، فمنا من الابطال الكبار في الغط النادي الاهلي. ربنا يخليك يعني يا كابتن منا، بتشكرك على الكلام الجميل ده، واحنا الحقيقه يعني سعداء بيك جدا يا كابتن وائل الحقيقه، ويعني بنشكرك على المداخله الجميله دي، واكيد طبعا هتكون حضرتك يعني. وانا انتهي بالفرصه من هنا بوجه يعني الكابتن طارق الصغير، بتمنى له الشفاء لان هو تعبان قوي الفتره دي ان شاء الله، ويقوم على حيله، ونقول له ان احنا كلنا مستنيك وترجع بيتك يا رب ان شاء الله. يا رب يعني ربنا يشفيه، ودعواتنا معاك يا كابتن ودعوات كل الاهلاويه ليه ان شاء الله بالشفاء العاجل. بشكرك كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، يعني هو كابتن وائل الحقيقه من احسن رؤساء الاجهزه اللي جم على مدار تاريخ النادي الاهلي، دي حقيقه. ده مش في السباحه بس، في كل حاجه، والنتائج هي اللي بتتكلم، مش احنا اللي بنقول ده علشان حاجه ما فيش مصلحه، هو فعلا من احسن رؤساء الاجهزه، وعامل انجازات كبيرة جدا في السباحة ونتائج بالمقارنة بالسنوات اللي فاتت حاجة يعني شيء مشرف وعظيم يعني. طيب خلينا نرجع تاني للغطس والأكاديميات، القطاع اللي أنت ماسكاه اللي هو بيقول قطاع مهم جدا. خلينا نقول يعني أكيد يعني في نصيحة توجهها لكل أب وأم لو عايز ابنه أو بنته يلعبوا غطس، نصيحة يعني أكيد أنت من كل خبراتك دي في نصايح لازم توجهها. اتفضلي. لازم، لأنه إحنا عندنا مع الأسف فكرة تدخل الأب والأم في توجيه الولد وفي تدريبه وفي طريقة التدريب وكده باظت. زمان احنا ما كانش عندنا كده، احنا كأهلنا بيجيبونا التمرين يسيبونا نركز ونتمرن بس يشجعونا، وعشان كده كنا أبطال. دلوقتي بقى التدخل ولي الأمر في التدريب وفي الفنيات ومع المدرب بقت زيادة قوي، فالناس يعني مش فاهمه، هو متخيل ان هو بيحمي ابنه او عايزه يبقى احسن واحد وكل حاجه وبيساعده، بس هو بالعكس هو بيضره، هو علشان يساعده هو يشجعه ويقف جنبه لو احتاج حاجه، لكن يدي الثقه الكامله للمدرب وللجهاز انه هياخد باله من ابنه وهيوصله لمستوى معين. احنا عندنا الاب والام بقوا فاهمين في كل حاجه، حتى اي رياضه يعني بقى كله فاهم في كل حاجه. لا ما يعني في ناس ما لعبتش رياضه اصلا على فكره وبتتكلم في الرياضه. فاهمني ازاي؟ صحيح. على فكره انا قعدت مع رؤساء اجهزه كتير جدا في العاب كتيره في النادي وانديه اخرى، بحب يشتكوا من نفس الشكوى اللي حضرتك بتقول عليها بالظبط. هم لو سابوا الولد يركز ومدربه يركز معاه ويشجعوه ويقفوا جنبه ويحلوا له مشاكله، هيبقى هيوصل للعالميه وهيبقى أكيد. بطل وكل حاجه، لكن التدخل الزياده بيعمل نتيجه عكسيه. صحيح. بيخلي في مشاكل اكتر، بيخلي الولد نفسيته تتعب، ما هو لما يلاقي اهله طول الوقت في مشاكل مع المدرب او بيقولوا له مركزوا مع لعيبه تانية غيره وده عمل ده وليه وانت ما عملتش وكده، الكلام ده بيأثر على اللاعب نفسيا طبعا، بيبعد بشكل كبير بالظبط، فما عمره ما هيوصل لحاجه وهيبطل بدري وهتبقى مشكله. طيب خليني اتكلم مع حضرتك بقى طبعا، بس خلينا بعد الفاصل عن البلان بتاعتك للمستقبل القريب، بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن منا طبعا الهجرسي. اتفضل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل حوارنا مع منا الهجرسي. منا، يمكن الاكاديميه بيقعدوا عندك في سن قد ايه؟
يعني يقعدوا فتره قد ايه في الاكاديميه؟ من 5 سنين ل7 سنين 8 سنين. بعد كده بيطلعوا على بيطلعوا للفرق. بنختار احسن ولاد في الاكاديميه، بنعمل اختبارات وبيبقى حضرها المدير الفني ومدير قطاع الناشئين، وبنقعد نقيم وبنختار احسن ناس وبندخلهم تجهيزي عشان ينضموا لفرقه البراعم. طيب خليني اروح لحته تانية. يمكن انت خدت كورسات في التحكيم ودي حاجه جديده بصراحه، يعني مش كل الناس بتروح للحته دي. وخدت شيء كورسات دوليه واعتمدتي من قبل الاتحاد الدولي، الكلام ده مظبوط؟ ايوه. طب دي حقيقة. طب القصه ازاي؟ والله انا قبل ما ادرب حكمت، خدت كورس تحكيم وحكمت بطوله الجمهوريه وكنت كويسه جدا، وخدت كاس احسن حكم في بطولتين من بطولات الجمهوريه. وبعدين تطور بقى الموضوع وخدت كورس تحكيم دولي وحكمت، بس ما حكمتش في بطولات دوليه. كنت بقى بعد كورس التحكيم الدولي اتدربت على طول. دربت يعني الكورس ده خدتيه سنه كام تقريبا؟ من 10 سنين مثلا. 10 سنين. طب يعني ما حاولتيش مثلا تطلبي ان تتحط في بطولات عالميه، بطولات؟ لا مش هتعطلني، بس مركزه اكتر في تدريب. مع النادي وفي التدريب، وخصوصا ان الحكام يعني اللي ماسك في بوزيشن في اي نادي ما بيحكمش في بطولات الجمهوريه. ده محليا انا معلم يقدر يحكم محليا. فانا مركزه في موضوع التدريب وفي الاداره وفي الاكاديميات دلوقتي، يعني سايبه موضوع التحكيم ده على جنب دلوقتي يعني. يعني حتى محلي ودولي. طب بس خلينا نقول ان التحكيم ده بيديكي برضو قدره على التقييم. بالظبط. والحكم بيقيم. بالظبط. صح ولا غلط؟ بتدي نقط. عين الحكم مختلفه عن عين المدرب. تمام. ولما يبقى في حد مازج الاثنين مع بعض، بيفهم في دي وبيفهم في دي، بيقدر يقيم كويس قوي اللاعب اللي قدامه، وبيبقى عارف اللاعب ده هيكمل، موهوب، يعمل ايه، ما يعملش ايه. فالمدرب بيبقى شايف حتته هو، والحكم شايف حتته هو. صحيح. لكن المازج بين الاثنين بيبقى الرؤيه بالنسبه له اوضح والصوره اكبر. بس برافو ان انت عارفه الكلام ده، يعني برافو ان انت حاسه ان ده، واكيد ده فايدك. يعني انت حتى في الاختبارات عندك لما انت بتقولي بيقعد سنتين ثلاثه في الاكاديميه وابتدي نقيم. بالظبط. بس خليني اقول لك انه انا اعرفه في النادي الاهلي اللي بيحصل ان التقييم ما بيبقاش وليد اللحظه، انت بتبقي متابعه اللاعب او اللاعبه. بالظبط. فتره وجوده في الاكاديميه. بالظبط. وبعدين انا من قبل التقييم ممكن بنظرتي ومتابعتي للولاد اعرف مين اللي يدخل ومين اللي ما يكملش، يعني مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش، يعني من قبل التقييم. بس برضو التقييم بيبقى لازم علشان انت عندك اراء تانية. صحيح. مش انا بس. صح. في حاجه ممكن ابقى انا مش واخد بالي منها، المدير الفني واخد باله منها. المدير الفني بيبقى محتاج سن معين، ولاد مثلا في سن معين، بنات في سن معين، ولاد وبنات مع بعض، فهو بيبقى برضو ليه رؤيه تانية. فبيبقى الافضل ان يبقى في كذا حد بيقيم. طب خليني اقول لك انه يمكن الغطس يعني بعد ما الواحد بيبطل او بتاع، هل بيقدر يمارس اللعبه؟ يعني هل انت عندك الامكانيه ان انت تيجي تلبس المايوه يعني؟ لا طبعا. مفيش. لا طبعا، لانه انت بتتمرن، ما بتبقى لاعب انت بتتمرن من 10 الصبح لحد الساعه 7 بالليل مثلا. انت بتتمرن ميه، تمرين الميه، وبعد كده بتتمرن فتنس، او بتتمرن فتنس الاول وبعدين بتتمرن تمرين ميه، على حسب البرنامج ماشي ازاي. فانت طول الوقت بتتمرن، والتمرين بيبقى يوميا. الراحه بتبقى يوم واحد في الاسبوع. صحيح. وبعدين انت الحركات اللي بتعملها. صحيح. مع السن بتبقى اصعب، يعني في الاول بتبقى سهله وبعد كده بتبتدي مع السن تبقى اصعب واصعب واصعب. نعم. وبيخترعوا حركات جديده دلوقتي، يعني ما بتفضلش مدى الحياه هي نفس الحركات. صحيح. فهي لعبه صعبه، هي من اصعب الالعاب في يعني السباحه. كابتن ولي عز بيتكلم معانا، الماسترز خدوا الكاس الرجال. وعندنا كباتن حاجه و80 سنه لان هم بيعوموا. بيعوموا هم مستمرين. بالزبط. بيعوموا. لكن الغطس عشان لعبه صعبه مش سهل، انت بتطلع تنط من منطات بارتفاعات مختلفة. فانت علشان تعمل كده لازم تبقى بتتمرن، فمين هيتمرن في السن ده ويطلع ينط ويتشقلب يعني ينزل يعني ما يطلعش؟ تبقى صعبة جدا. هو ممكن يبقى اوريدي بيلعب رياضة عموما، او ممكن يلعب سباحة، يعني ممكن يكون بيعوم كويس فيلعب في المصر. سهل ان يعوم، انما مش سهل انه يطلع ينط ويتشقلب، يعني الموضوع صعب. طب خليني يعني برضو في العاب تانية برضو زي الغطس، في الباليه المائي يعني برضو. في طبعا من الالعاب اللي انا الحقيقه بحب اتفرج عليها، لان بيبقى فيها يعني بيبقى فكره ان انت بتعمل هارموني مع لعيب انت مش شايفه. انت في الميه فمش شايف جنبك بيعمل ايه. طب ليه الالعاب دي يعني محتاجه ايه عشان توصل في مصر العالميه من وجهه نظرك؟ سواء الغطس سواء الباليه المائي. الامكانيات اللي انا قلت لك عليها، الامكانيات اللي بتساعدنا بره حمام السباحه،
شغل اللياقه والمعدات والتكنيكس، حاجات كده كتير قوي لازم، وحاجات دي مكلفه الحقيقه يعني. ف والبليل المائي، انت البليل المائي ده برضو بيبقى ديودان موسيقيه على فكره. صحيح. انت في موسيقى شغاله وانت ماشي مع الموسيقى، فانت مش محتاج تبص على اللي جنبك. هو لو انتوا الاثنين عندكم ودان موسيقيه وفاهمين وحافظين لا، ما هو التدريب بقى هو اللي بيخليك زي الغطس. ما الغطس برضو انت ممكن يعني حركه في الهواء تخليك تخسر نقط كتير يعني. بالزبط. ممكن ايدك تفتح حاجه بالزبط. بسيطه. وبعدين غطس لعبه تقديريه يعني، الحكم ممكن يضيعك يعني، ممكن يبقى حكم شايف حاجه اللي جنبه مش شايفها فيديك درجه مش كويس. حلها ايه؟ وبعدين يكتشف ان هو كان غلطان. ما هي ملهاش حل، هي حلها ان عدد الحكام يبقى كتير عشان المتوسط ايرور فيها. بس انت كده كده هي انت هتتظلم. ما فيهاش السباحه، او ممكن تاخد حق اكتر من حقك. بالظبط بس بالظبط. السباحه انت بتلمس خلاص رقمك بيتسجل، فانت ما فيهاش لعب. صحيح. انت بتبتدي ستارت واند فخلاص، فمحسوب الوقت. بالظبط. لكن الغطس لعبه صعبه ولعبه تقديريه، فالعمليه بتبقى في كفاح طول الوقت. طيب بص، انت ليك خبرات كبيره سواء تحكيميه ما شاء الله، وخبرات تدريبيه وكلاعبه، فتقدري تنصحي اللي بيلعب يعني. خلاص الاكاديميات يعني بيبقى طفل صغير لسه بيعد، بس في لعيبه كبار بيتفرجوا علينا عندهم 11 و12، تنصحيهم بايه عشان يوصل يبقى لعيب كويس؟ ايه اللي تديله اديله روشته كده؟ انت عايز تبقى لعيب على مستوى عالي اعمل كده. اللي عايز يبقى لعيب على مستوى عالي ويوصل لبطولات عالم لازم يبقى ملتزم يعني، لازم تاخد بالك من اكلك وتركز في تمرينك وما تسهرش، ويعني تمشي على استريكت كده، جدول كده، نظام تمشي عليه، يبقى ده يعني لايف ستايل يعني. هو صحيح. ده يبقى هي دي تبقى حياتك. لكن انت هتبقى عايز تتمرن وفي نفس الوقت عايز تخرج وعايز تسهر وعايز تاكل اي حاجه في اي وقت، طب ما انت عمرك ما هتوصل. فعلشان اللاعب يوصل اللي هو عايزه لازم ياخد الموضوع جد، لازم يبقى متفاني للعبه. تمرين، دايت، اكل، نظام اكل، لان احنا كمان مع الاسف ما بنهتمش بموضوع الاكل. صحيح. الولاد بياكلوا اي حاجه. صحيح. والاب والام بيصعب عليهم، فكل يا حبيبي ما ينفعش. انت بتعملي كده مع اولادك؟ لا، انا لازم في اكل معين بياكلوه في اوقات معينه وبكميات معينه، لانه يعني انت مطبقه حتى ده في حياتك؟ طبعا، لان العمليه لو اتفتحت ما هو مش هيعملوا حاجه، مش هيصلوا حاجه، هيتخن، مش هيأدي كويس في التمرين. فهي منظومه متكامله، لازم كل حاجه تبقى مظبوطه بتركيز علشان يوصل يبقى بطل. لكن لو بيلعب فور فن او لمجرد انه بيمارس الرياضه خلاص يبقى انت روشيتا عنوانها الالتزام. الالتزام. كابتن منى الهجراسي بشكرك شكرا جزيلا. يمكن اللقاء عدى بسرعه، بس الحقيقه انا استمتعت جدا، لان الغطس من الالعاب المحببه جدا الى قلبي. ربنا يخليك. انا اللي بشكرك يا ارسل، ميرسي جدا وميرسي للقناه ان صدفتوني. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع كابتن منى الهجراسي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الغطس. انتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله من الابطال، واكيد هنجيب لكم قصه جديده وبطل جديد مع الابطال. شكرا جزيلا.